السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم المكنسية. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم الكرعين الراس. ان شاء الله ندوزو على بركة الله. غنحتاجو في الخرقوم، معلقة صغيرة ديال الخرقوم، نص معلقة ديال الكمون، تقريبا ثلاثة ديال المعالق كبار ديال الربيع. غنحتاجو جوج ثلاثة ديال الفصوص ديال الثومة محكوكي، وغنحتاجو معلقة ديال سكينجبير، ومعلقة مع مرش ديال الابزار، وغنحتاجو الرز المعلقة ديال الفلفلة حارة، الرز ديال المعلقة، وغنحتاجو معلقة صغيرة ديال الفلفلة حلوة. وبطبيعة الحال غنحتاجو الملحة، وكاس ديال العنبة، النص ديالو زيت العود، والنص ديالو زيت زيت العادية، وغنحتاجو الحمص. بطبيعة الحال غنحتاجو لحم الراس. ها هو كنكونو ديجا حلينا هنا من الوسط، كنكونو حلينا هكا باش كيدخلو الطياب، ضروري هاد الحلة هادي كتكون. نحطو اللحم ديالنا، كنديرو سكينجبير، الإبزار، الخرقوم، الكمون، والثومة اللي حكيناها، ثلاثة البصيصات ديال الثوم، وعندنا هنايا الفلفلة حلوة والفلفلة حارة. اللي ما بغاش الفلفلة حارة ما يستعملهاش. عندي هنا الربيع، وعندي هنا الملحه، ملحه كتبقى على حسب الذوق. وبطبيعه الحال عندي الزيت، نص زيت المائده ونص زيت البلديه. وكنديروا الحمص ديالنا، تقريبا انا عندي ربعه ديال الحمص، زيت منها واحد شويه، ربعه ما كاملاش ديال الحمص، ربعه راني ناقصه منها. وكنخلو الماء بارد، كنحاولو نغطي الماء كيكون غطى اللحم. غنسدو عليها الطيب، يعني تقريبا عينكم ميزانكم غتسدو عليها، ومره مره طلوا عليها. هنا غندوزو باش نعسلو البصله ديالنا. عندي هنا واحد ربعه ديال البصلات كبار، مقطعاهم على شكل سنين فات هكا شكل طول. عندي جوج عويدات ديال القرفه، ها هما هادو غنديرهم مع البصله. وعندي هنا القرفه اللي غندير مع الزبيب. عندي هنا راس معلقه ديال الابزار، ونص معلقه ديال الخرقوم، نص معلقه ديال سكينجبير، وعندي زيت العاديه، وعندي الملحه، وعندي هنا سنيده اللي غنديروا النص ديالها مع الزبيب، والنص غنديروه مع البصله. غندوزو هنا البصله ديالنا. كما قلت لكم البنات فواحد المره راني ديجا قلت لكم هذه الهضره، قلت لكم ان البصله حاولوا تبركوا عليها بيديكم، كتقرضوها باش دغيا كطيب، ودغيا هذا دغيا كطيح، ما كتبقاش عاصيه واقفه، وكتجي زوينه، ما كتبقاش كتغبغب لنا في ملي كنجيو ناكلوها. هذه بالتجربه كتجي زوينه وكتبقى شاده راسها في نفس الوقت. غنديرو هاد العطرية ديالنا، غنديرو الملحة، وغنديرو الزيت العادية،
تقريبا واحد 5 د المعلقه ديال الزيت، وغنديروا جوج عويدات ديال القرفه صافي، وغندوزو نشحروهم، غنغطي نشحروهم شي شويه وغنغطيوها بواحد الغطايه ونخليوها نقصو من البوطه ونخليوها على خاطرها تطيب. هنايا غندوزو باش غنديروا باش غنعسلو الزبيب، عندي انا هنا واحد تقريبا واحد زلافه نتاع الزبيب، ها هي كنت اصلا رقدتو فواحد شويه د الماء ها انت حتى رطب. انا هنا درت الزبيب اللي الكحل، اللي بغات دير الزبيب الصفر ماشي مشكل، حتى هو كيجي زوين. غنديرو يتسلق هكذا، غنديرو يتسلق ومن بعد غنزيد له هاد القرفه وغنزيد له هذا سنيده، النص ديال سنيده غنزيدو هنا والقرفه. ودابا الزبيب ديالنا راه طاب، غنزيدو له القرفه وغنزيدو دوك النص الكميه ديال السكر ديال سنيده، غنديرو غير النص، والنص غنعسلو بها البصله. هنا البصله ديالنا راها طابت هانتي شربات، بقى شويه ديال المريقه اللي بقات، هو اللي غنخويو فيها النص ديال السنيده اللي بقات لنا، النص درناه في الزبيب والنص غنديروه هنايا، غنخليوها تعسل. تتوكح في مرة وتشرب تكون واقفة. والطبق النهائي ها هو ديالنا، جا زوين هانتي. ها اللحيمة ديالنا ديال الراس، ها درت هنايا الحمص، وهادي البصلة اللي عسلناها، وهنايا ها هو الزبيب، وهذا وحمرت واحد شوية ديال اللوز وحطيتو عليها من الفوق. كنتمنى تجربوا هاد الشهيوات وبالصحة والراحة.